نتحدث وبشكل موسع عن لجنة متابعة التربية والتعليم، عن التوصيات التي قدموها طبعا في يعني اتباعا للإعلان عن عام اللغة العربية في المجتمع العربي، توصيات جدا شاملة، برنامج يعني صح تناول كافة مجالات حياتنا. شامل. والسؤال إذا فعلا نملك هذه الآليات لتطبيقه رح يكون واحد من محاورنا في هذه الفقرة. طبعا بكل تأكيد. من صبح بالخير على سيد شرف حسان، رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. ولجميع المشاهدين. أهلا وسهلا. الله يخليك. أوكي، تأثير قانون القومية، يعني القومية اليهودية فعليا على اللغة العربية والمؤسسات، مؤسسات التعليم العربي خصوصا. الحقيقة خلينا نقول هيك أنه الأخطار على اللغة العربية في البلاد وفي العالم العربي في ما قبل قانون القومية، وواضح أنه قانون القومية حاول أو يحاول الماس بالمكان القانوني للغة العربية، ولهذا إذا تم ترجمته إلى سياسات من الممكن أن يكون له أثر سلبي كبير أيضا على جهاز التربية والتعليم. كما قلت أنه الأخطار كانت قبل القانون القومية، لذلك يعني لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالتعاون مع مركز دراسات وأكاديميين وأدباء عرب تنادوا قبل ذلك، يعني في العام 2013 تم إصدار رؤية مستقبلية وتحديات حول قضية اللغة العربية، وهناك جملة من التوصيات الشاملة. والحقيقة يعني عندما أقرينا البرنامج العام للغة العربية يعني لم يأتي من عبث ولم يأتي بشكل ارتجالي، إنما كان وفق رؤية موضوعة مسبقا، معدة مسبقا. مشكلتنا مع وثائق من هذا النوع إنها توضع ولا تطبق. نعم. يعني كما كان مع وثائق التصور المستقبلي قبل أكثر من 10 سنوات. الآن نحن نقول تطبيق هذه الرؤية إلى حد كبير جدا يعتمد علينا، يعني قسم كبير من المشهد اللغوي من مكانة اللغة العربية هو يتعلق بنا وكيف نتعامل نحن مع لغتنا. ولذلك يعني يجب أن نرى بعين الخطورة سن هذا القانون، ولكن من جهة ثانية يجب أن نكون على قناعة بأننا يعني على مقدرة من مواجهة التحديات إذا أردنا ذلك. يعني المواجهة تحتاج بالأساس إلى وعي وإلى إرادة، صح هناك شروط أخرى، ولكن بالأساس بداية نريد الوعي والإرادة ومن ثم ننطلق. وأعتقد أننا نستطيع أن نحمي لغتنا، وليس فقط أن نحمي لغتنا بل أن نطور اللغة. أستاذ شرف، أنا قرأت التوصيات وصدقا برأيي توصيات أكثر من رائعة، يعني طبعا اتباعا مثل ما تحدثنا على خطورة هذا القانون. تم التطرق، يعني البرنامج جدا شامل وموسع، والجميل أنه لم تتطرقوا فقط بما يخص موضوع التعليم والمؤسسات التربوية، تحدثتم عن سلطات محلية حتى على مستوى يعني التواصل في الحيز العام باللغة العربية، تواصل الأهل مع أبناء باللغة العربية والكثير من الأمور الأخرى. قبل ما نتعمق هيك ونفصل أبرزها، قديش إحنا اليوم نملك الآليات لتطبيق هذه التوصيات؟ لأنه بدون شك تطبيق حتى معظمها إذا بدي أكون متفائلة مش كلها رح يخدنا إلى مشهد آخر. سؤال مهم جدا. يعني إحنا من الإعلان عن عام اللغة العربية هو ليس فقط بالشعار، هناك الكثير من الأمور التي نستطيع أن نقوم بها، ونحن نريد بنهاية الأمر في هذا العام أن يكون انطلاقة، يعني أن يؤسس لمرحلة جديدة، وأن يكون عام لتطبيق التوصيات التي كانت أصلا معدة من عدة سنوات. يعني إحنا اللي وصينا بنقاط عينية بعد تحضير جدي للطاولة المستديرة التي عقدناها بدعوة اتحاد أو بالتعاون مع اتحاد أولياء أمور الطلاب والمجلس التربوي العربي ومجموعة التربية في مجموعة القدرات البشرية، طبعا بدعوة من المتابعة. إحنا لجنة المتابعة أوسطنا أو طلبت منا إعداد مثل هذا البرنامج، ونأمل أن يتم تبني المتابعة بشكل جدي، ولجنة القطري للرؤساء أيضا أعلنت أنها تتبنى البرنامج وأن يحول ذلك إلى سياسات وإلى موارد وفعلا إلى تجند شامل لتطبيق هذا البرنامج. الحقيقة يعني أنه إحنا لم نكتفي بشعارات عامة أو بهجوم شامل وبكاء، إحنا قمنا بالتحضير بشكل جدي. يعني كان عندنا جلسة مع وزارة التربية والتعليم لمدة 3 ساعات ونص قبل الطاولة المستديرة، ويسعدني يعني كان الأمر جيد أنه مفتشة اللغة العربية ومفتش الأدب حضر إلى الطاولة المستديرة، ووضعنا حاولنا أن نجد إمكانية الشراكة، فحصنا وين نقاط الضعف. يعني مثلا لو أجينا لسلك التربية والتعليم هناك ضعف في قدرات المعلمين، ولكن قبل قدرات المعلمين أو بعض المعلمين آسف يعني لا أريد التعميم طبعاً. بسبب التأهيل، بسبب عملية التأهيل التي لا تعدهم بشكل كافي للقيام بدورهم كمعلمين
للغة كمعلمين للغة العربية. لذلك يعني نحن نوصي بالتجديد أو بالتركيز على إعداد المعلمين، على تأهيل المعلمين، على استكمال المعلمين. نعتقد يعني هذا ضمن رؤية أشمل، أنه معلم جيد مع وعي ومع إرادة يستطيع أن يصنع حتى من نص أو حتى من منهاج تعليم سيء يستطيع أن يجعل منه مادة تربوية نقدية، مع كل يعني صحيح. كل المحدوديات والصعوبات، ولكن مع ذلك نحن نرى التقدم الذي حدث في مناهج التعليم. ومن جهة ثانية أيضا لدينا ما يقال على منهاج التربية والتعليم، وبدأنا بحوار مع وزارة المعارف، وهذا مطروح أيضا على طاولة على جلسة في جلسة قريبة مع مدير عام وزارة المعارف. كنا أيضا يعني أيضا في هذا الموضوع لا نعمل عن عبث، يعني المجلس التربوي العربي قام بإعداد دراسة عن مناهج التعليم صدرت قبل 3 سنوات. الدكتورة كوثر جابر قصوم وضعت الدراسة بموضوع اللغة العربية، ونحن نعمل وفق التوصيات المهنية التي وضعت. سنتحدث أكثر بخصوص هذا الموضوع وجميع التبعيات وما إلى ذلك. ينضم بإذنك معنا عبر الهاتف بروفيسور محمد أمارة، رئيس الدراسات العليا في كلية بيت بير لدراسة اللغة والمجتمع ورئيس مشارك جمعية سيكوي. صباح الخير لحضرتك بروفيسور. صباح الخير بروفيسور. مش عم يسمعنا. طيب رح نعاود، رح نحاول مرة أخرى بكل تأكيد. وطبعا كان في مداخلة للبروفيسور أمارة وتحدث عن المخاطر اللي بتواجه اللغة العربية. أستاذ شرف، مداخلة رائعة، لأنه فتحت الأفاق لعدة إمكانيات للعمل مع بعد القانون، بالذات صحيح. التركيز على الحيز أو على المجال الاقتصادي وعلى المجتمع المدني، وأيضا على المؤسسات الأكاديمية، وأيضا على المبادرة الذاتية لنا كمجتمع. يعني في أمور كثيرة نستطيع أن نقوم بها نحن كمجتمع لا نستطيع أن نقوم بها الآن. مثلا على صعيد المثال، الشركات التجارية التي لا تتعامل باحترام مع مكانة اللغة العربية، أحيانا هناك مقاهي إلى جانب قرانا ومدننا وأيضا في داخل قرانا ومدننا لا تستعمل اللغة العربية في الموسيقى والثقافة. يعني أنا أعتقد أنه المواطن هون ممكن أن يستغل قوته وأن يطرح هذه القضايا وأن يضغط على مثل هذه الشركات، وحتى أن نقوم بحملات شعبية بمثل هذه الأمور. يعني إحنا بنقوم بعملية إقناع معين اللي هي على مستوى الحيز العام، إذا بنتحدث على مستوى اللافتات التجارية، وأنا دائما بشدد على هذه الخانة لأن هي وجه البلد بالنهاية، بغض النظر شو إيش الدكان، الحنوت، الكراج، بغض النظر شو مكان يكون، حتى الغريب لما بيجي، حتى السائح لما بيجي بيشوف إنه هذه بلد عربية، فلما بيشوف اللغة الحرف العبري فبيفهم إنه هنا في أمر ما بعرف يمكن يكون ميا مشكوك فيه، او بلد مختلطه، او ممكن هذا يعني من تبعيات الاحتلال، ما بعرف كيف السائح حتى ممكن يفسرها. السؤال هو لصاحب هذه المصلحه، ليش عم بتحط اللافته الخاصه فيك في العبري؟ هل هو فقط من اجل استقطاب اكثر للزبون الاسرائيلي؟ يعني قد يكون هذا السبب اذا كان موقع المكان التجاري في مكان رئيسي بهدف استقطاب، ولكن ما يحدث في قرانا ومدننا أن اللافتات باللغات أجنبية موجودة أيضا في أحياء داخلية وفي أماكن، يعني كل المستهلكين أو كل الزبائن هناك من العرب. لذلك هذا يعني هنا في حاجة نسأل حالنا أسئلة، وأيضا أن نقوم بعملية توعية. يعني مزبوط أنه إحنا من التوصيات وأيضا توصيات لجنة المتابعة للسلطات المحلية بسن أنظمة مساعدة محلية حول اللغة العربية بالذات في اللافتات، وهذا بالإمكان أن تقوم به السلطات المحلية. ونحن أيضا بصدد متابعة قانونية للموضوع لاقتراح حتى لصياغة نص معين واقتراحه على السلطات المحلية حتى نهونهن الإشي، بس إنه يشتغلوا. ولكن القضية الأساس هون هي قضية تطبيق القانون فيما بعد. والقضية الأساس، ونحن لا نريد أن ننتظر القانون الأساسي أو آسف القانون المساعد هذا في السلطات المحلية، نحن نريد أن الأمر يبدأ من حملة شعبية من القاعدة بمعنى أن نبادر نحن كل صاحب مصلحة
لنبدأ من المحامين والأطباء وغيرهم من الطبقات التي تستطيع عن القضية المالية لإزالة لافتة مش هي المشكلة، بتغيير اللافتات، بإبراز اللغة العربية طبعا، وأن تكون حاضرة في كل صحيح مجالسها صحيح والحيز. ونحن سنقوم بحملة لذلك، ونحن نوجه نداء إلى جميع الناشطين في قرانا ومدننا العربية، إلى اللجان الشعبية والأحزاب وما إلى ذلك، تفضلوا بادروا على الصعيد محلي. وايضا واحدة من الاقتراحات، وبدانا باتصالات مع المعلمي المدنيات العرب، انه جزء من ماده من موضوع المدنيات هو انه القيام الطلاب بانشطه داخل مجتمعاتهم. يعني اقترحنا ان يكون اللغه العربيه او مكانه اللغه العربيه داخل كل بلد واحدة من الموضوعات التي يتعامل معها المعلمي المدنيات ضمن المهام التطبيقيه ودعوه طلابهم الى مثل هذه النشاطات. طبعا اوكي، بنضم لنا عبر الهاتف بروفيسور محمد أمارة، رئيس الدراسات العليا في كلية بيت بير لدراسات اللغة والمجتمع، رئيس مشارك في جمعية سيكوي. مرة أخرى صباح الخير. صباح الخير لكم ولجميع المشاهدين والمشاهدات. بروفيسور أمارة، بداية منحب نتوقف عند مداخلتك الهامة والقيمة اللي كانت مؤخرا في هذا الاجتماع، وتحدثت فيها عن المخاطر التي تواجه اللغة العربية بشكل عام وبالذات ما بعد سن قانون القومية، وطرحت نقطة جدا هامة اللي عادة احنا ما نتطرق لإلها، وكل موضوع العبرنة، يعني وكأنه هنالك عدم مقدرة من قبل بعض أبناء مجتمعنا على الحديث باللغة العربية الخالصة إن كان في الحيز العام أو في الحيز الخاص. صحيح، يعني التحديات هي حقيقة قبل قانون القومية أو قانون القومجية، والتحديات كثيرة يعني وهائلة. التحديات هائلة هي من داخل المجتمع العربي، معروفة لدينا مسألة الإزدواجية والتحديث اللغوي، ولكن أيضا مسألة العبرنة. يعني هنالك يعني اختراق واضح للغة العبرية لجميع مجالات حياتنا، وأيضا ذكرت مسألة العولمة واللغة الإنجليزية والتي بدأت تحتل مكان كبير في حياتنا اليومية. طبعا في كل واقع يعني عندما تكون المجموعة يعني لديها أقل قوة أو أقل موارد في المجتمع تتأثر بالأغلبية وتبدأ باستعمال لغتها، لكن نحن حقيقة يعني في وضع خاص، هويتنا العربية الفلسطينية مهددة، وهذا ما أقوله أننا لا نستطيع أن نتحدث عن اللغة العربية فقط كلغة للتواصل، وإنما هي جزء من الهوية العربية الفلسطينية، وهي جزء من وجودنا في هذه البلاد. فالطرح الذي أطرحه، يعني إذا أردنا أن نقوم بعملية تغيير جوهرية وشمولية علينا أن نتحدث عن جميع مناحي الحياة ونربطها جميعا ببعضها البعض. يعني هنالك من يتحدث عن اللغة العربية في المدارس على سبيل المثال، وأنا دائما استهجن هذا التوجه، يعني اللغة العربية وكأنها مهمة لغة معلم اللغة العربية، هذا مفهوم خاطئ. كيف نتعامل مع اللغة؟ اللغة يجب أن تكون مهمة ومسؤولية جميع المعلمين، من ناحية أن تكون استعمالها غنية في جميع أنحاء المدرسة، وأن نربط المدرسة بالحي، وأن نربط الحي بالبلدة. يعني هنالك حلقات مختلفة ومتنوعة يجب أن نربطها جميعا. يعني هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يعني تحدث الأخ شرف حسان ونحن طبعا نتفق على جميع هذه الأمور التي طرحت. يعني لا نريد فقط أن نطلب من أفراد أن يغيروا، علينا أن نطلب من مؤسساتنا أن تغير. لا يعقل أنه لا يوجد في أي بلد عربي اليوم في هذه البلاد ما تسمى أنظمة مساعدة لتقول لأي إنسان يريد أن يكتب لافتة عليك أولا إدخال اللغة العربية كلغة أولى وأبرز من أي لغة أخرى. نحن غير متوقعين، يعني إحنا ما بنرفض اللغات الأخرى، نحن نقبل اللغات الأخرى، ونحن نريد أن تكون اللغات الأخرى في مشهدنا اللغوي، لكن على اللغة العربية أن تكون حاضرة. على سبيل المثال دائما أعطي أمثلة في عدة دول في العالم. كوبيك في كندا عندما حدث تغيير في الستينات والسبعينات، اللغة الفرنسية تستعمل كلغة أولى في جميع اللافتات. يعني لا يستطيع أي إنسان في كوبيك أن يستعمل اللغة الإنجليزية كلغة أولى على اللافتة، وفي غيرها من الأمور أو أمور أخرى. يعني لا يعقل بلدياتنا ومجالسنا المحلية أن ترسل الرسائل لنا باللغة العبرية. يعني نستطيع أن نفعل الكثير الكثير، ولكن لا نستطيع أن فقط أن نطلب من الأفراد، من محامي، من دكتور، من مهندس، من كذا أن يغير. جميل، نستطيع أن نقوم في هذه الخطوات الفردية وتستطيع أن تغير جزئيا، لكن علينا أن نضغط على
متخذي القرارات لدينا أن يقوموا بخطوات عملية وحاسمة للقيام بالتغيير. فحقيقة إن لم نقم بهذه الخطوات، يعني على ماذا نتحدث؟ عن الدولة؟ الدولة لا تريد أن تكون اللغة العربية لغة رسمية في المرافق العامة، ونحن في بلداتنا العربية لا نستعمل اللغة العربية، ونحن في مدارسنا اللغة العربية في وضع حثيل، يفضل طلابنا 5 وحدات في اللغة العبرية على اللغة العربية. يعني أنا أقول نعم علينا أن نطالب أولا بإلغاء هذا القانون القومجي الظالم، وعلينا أن نطالب الدولة استعمال اللغة العربية في جميع مجالات الحياة، لأننا نرى في هذه الدولة وفي هذا وطننا قبل أن يكون وطن لأي طرف آخر. لكن من الناحية الأخرى علينا أن نطالب أنفسنا بالقيام بعملية التغيير. تحدثنا عن الوثائق المستقبلية التي كانت جدا متطورة، لكن الوثائق المستقبلية هي محور واحد، يعني يسمى محور الإيديولوجيا الرؤية. لكن علينا أيضا أن يكون لنا سياسات، العائلة تكون لها سياسة، ماذا تريد أن تستعمل، أي ممارسات لغوية في الحي، في الحارة، في المدرسة، في البلدة. يعني علينا أن نبدأ أن نفهم أن استعمال اللغة العربية هي ليست مسألة طرف، ولا مسألة فتحة ولا ضم ولا كسرة. اللغة العربية يجب أن تكون حية فاعلة لكي نحافظ على هويتنا، على ذاكرتنا وعلى وجودنا. يعني نحن هزمنا في جميع مناحي الحياة، عسكريا، اقتصاديا، سياسيا، وهي معروف إنه. لكن الشعوب تهزم عندما تهزم لغتها وهويتها. فالحمد لله رب العالمين ما زالت لغتنا موجودة، وعلينا أيضا أن تكون هذه اللغة حيوية نابضة فاعلة. وما كان يعني محاولة يوم الثلاثاء في لجنة المتابعة هي حقيقة خطوة هامة، وأن علينا أن نكون جادين ونعمل مع جميع الفئات لكي نحاول أن نبدأ على الأقل بخطوات أولى لتغيير الواقع والمشهد اللغوي في البلدات العربية. بروفيسور أمارة، جزيل الشكر لكم في هذا النهار، كلامك يعني غمرنا بكل تأكيد، ويا رب يوصل أكبر عدد ممكن من الناس المشاهدين وأيضا المستمعين. كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. شكرا لبروفيسور أمارة، ونعود للأستاذ شرف. أستاذ شرف، بهمني جدا نتوقف عند البند اللي كان يتعلق أو التوصيات اللي تتعلق بالمؤسسات التربوية والمدارس. يعني تحدثتم عن أهمية إقامة برامج ثقافية تربوية هادفة لتعزيز مكانة اللغة العربية، وكل موضوع يعني المركب الأساسي وهو هويتنا الفلسطينية. ونرجع هون بنقول إلى أي حد هنالك مساحة من الحرية، من المرونة للمربي للمعلم، حتى لمن يمرر المنهاج. على سبيل المثال، وحضرتك ذكرت موضوع المدنيات أو مادة المدنيات، شو راح تكون؟ يعني هل راح يكون في إرشاد خاص ورشاد خاصة للمعلمين، أم تترك الموضوع هيك يكون يعني مرن بحسب رؤيتهم لكيفية تطبيقه؟ نحن سندعو المدارس ضمن برنامج مفصل ماذا تستطيع كل مدرسة أن تفعل. كما قلت سابقا، يعني احنا القضية مش انه نسوي برنامج لمرة واحدة ونتصور في الجريدة في وسائل الإعلام انه سوينا مثلا يوم اللغة العربية. الهدف انه نأسس للأمور الدائمة بالأساس التأثير على وعي المعلم وعلى قدرات المعلمين. لذلك الدعوة إلى الاستكمالات هي مهمة جدا، والدعوة إلى التعامل مع اللغة العربية كلغة حضارة، قيم، هوية، انتماء، وليس فقط من خلال مقاييس العلامات. وهذه واحدة من المشاكل الأساسية التي تواجهنا، أنه المنهاج بشكل عام ووزارة المعارف عموما ليس فقط في اللغة العربية إجمالا تركز على التحصيل، وهذا أمر مسيء، لأن لغتنا العربية هي لغة هويتنا، هي مركب أساسي من هويتنا، ويجب أن نقرب وأن نحبب الطلاب باللغة العربية من خلال الأدب ومن خلال جمالية اللغة ومن خلال البرامج الثقافية والفنية التي تركز على اللغة العربية. وهذه ضمن التوصيات طبعا اللي قدمت في أبحاث سابقة. يعني التعامل مع اللغة العربية كأمر شكلي هذا أمر مسيء للغة ومسيء للثقافة، وأيضا يخلق حالة من الاغتراب طبعاً ما بين الطالب وما بين اللغة. يعني القضية يعني هنا الهوية، ليس فقط الأمور البنيوية والشكلية والوظائفية للغة، يعني اللغة هي أعمق من هيك. صح. هي انتماء، وهي ثقافة، وهي هوية. لذلك يعني عندما نأتي إلى الطالب ونقدم له اللغة العربية على أساس أنها مركب من هويته، من حضارته، من ثقافته، نحببه بلغتنا من خلال الفن والثقافة والأدب، وأيضا من خلال يعني الإمكانيات وأهمية هذه اللغة، أنا أعتقد أن هناك ممكن أن نخلق قفزة نوعية. صحيح أن هناك محدوديات المنهاج والعلامات والامتحانات الدولية وما إلى ذلك، ولكن مع كل ذلك يجب أن نعرف كيف نتعامل مع هذا الواقع، وكيف قلت سابقا، معلم مع وعي
ومسيس، مش ليس بمعنى الانتماء الحزبي، بمعنى الوعي السياسي، يستطيع وقادر أن يفعل أكثر من ما هو من عمله الآن. ولنا قدوة من الكثيرين من المعلمين اللي نعرفهم ولا بهذا الصدد. أيضا هذا لا يقول أننا لا نتوجه إلى وزارة المعارف بإبراز الأدب وفق التوصيات التي تبنتها لجنة المتابعة سابقا، ولنا حديث مع مدير عام وزارة المعارف قريبا في هذا الموضوع. يعطيكم ألف عافية. يعطيكم ألف عافية. أستاذ شرف حسان، رئيس لجنة متابعة قضايا يعني التعليم بس العربي. بجملة بسيطة. تفضل. يعني سريعا بعد إذنك. عامل اللغة العربية هو عامل الجميع. يعني كل أب أو أم يستطيع أن يكون له عامل اللغة العربية بأن يقرأ لابنائه أكثر. صحيح. كل مؤسسة ثقافية تستطيع أن تعمل الكثير. السلطات المحلية مطالبة بالتغييرات بوضع أنظمة. وسائل الإعلام بإبراز هذا الموضوع. لذلك يعني يجب أن نتعامل عامل على معامل اللغة العربية طبعاً. بأنه لنا جميعا، وهذه دعوة لجميع المؤسسات للتعاون كي تكون الدعوة مشتركة لهذا العمل. لذلك. حتى بالتفصيلات اليومية يعني بضم صوتي لصوتك، وكمان بتوجه للمشاهدين اللي ببعثوا لك أنت عربي وعربي بيحكوا مع بعض وببعثوا لبعض في العبر عن طريق الاس ام اس، أو عم بيستعملوا الكلمات الأحرف العبرية لكن اللي هو التعبير العربي. فأنا شخصيا كدولاد ما حدا يبعث لي بهي الطريقة كمان وعفاف العربية بحت بالتليفون بالضبط، ابعت لي عربي لأنك عربي. شكرا لك. شكرا لكم.